الاسباب ديال المشاركه راه حنا غادي نعرفوا. اليوم بدات العمليه الانتخابيه بالنسبه للاجراء في المعامل وفي جميع المدن المغربيه. شرح لنا هذه العمليه هذه ولاش تتخص في اطار هذا المسلسل الانتخابي العام. شكرا على الاستضافه. وفعلا اليوم 20 يونيو تبتدي عمليه الاقتراع والانتخاب في القطاع الخاص الى غايه يوم 20 يونيو. وانتخابات الاجراء هي التي تستهل هذا المسلسل الانتخابي اللي غادي يمتد لجميع المؤسسات، وبالتالي غيكونوا الاجراء اول من سيخوض هذه التجربه. بدات الانتخابات بطبيعه الحال في جميع مؤسسات القطاع الخاص، المنشات ديال القطاع الخاص، بمعنى انه كل شركه ستجري داخلها انتخابات من يمثلها كمناديب عمال سواء النساء او الرجال بنفس الحدود. كذلك ان انتخابات في القطاع العام، اي يعني عندما اقول القطاع العام يعني الوظيفه العموميه والمؤسسات والمقاولات العموميه والجماعات الترابيه، انها سيجري الانتخاب بالنسبه لهذه المؤسسات كلها المنتميه للقطاع العام يوم 16 يونيو المقبل، يوم 16 يونيو المقبل. لذلك فنحن ندخل هذه الانتخابات ب ونحن نصب اعيننا نتائج 2015، اذ اليوم حسب الاحصائيات ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حوالي 3 ملايين اجير في القطاع الخاص اللي من المفروض انهم هما اللي غادي يمشيو يصوتوا في الاستحقاقات طيله هذه العشرة ايام حسب كل شركه في اي يوم ستختار لتجري هذا الاقتراع من 10 الى 20. وكذلك حوالي ما يفوق 1,200,000 موظف سواء في الوظيفه العموميه او مستخدم في المؤسسات العموميه او في الجماعات الترابيه. وهذا اللي غادي يعطينا واحد الهيئه ناخبه، اي الناخبين الكبار اللي من المفروض انهم هما الهيئه اللي غادي تفرز مجلس المستشارين في المستقبل في شهر اكتوبر المقبل كما هو مقرر اجراء الاقتراع ديال المؤسسه التشريعيه. العدد استنادا على التجربه 2015 هناك حوالي 26 انتجت الانتخابات حوالي 26,000 ناخب كبير في القطاع الخاص وحوالي اكثر من 4,000 في القطاع العام، وبتي حوالي 30,000 بصفه عامه اللي غادي يكونوا ناخبين كبار في المحطه المقبله. نعتقد انه العدد ربما سيرتفع لانه 3 ملايين اليوم اللي غادي تقترع في القطاع الخاص لم يكن نفس العدد في 2015 لان كانت تسجيلات جديده واضافات جديده في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي من المحتمل انه يكون يتجاوز العدد هذه المره 26,000 وربما يوصل حتى 30,000 فقط بالنسبه للقطاع الخاص. اما بالنسبه للقطاع العام فستبقى الامور مستقره لان ما كانش توظيفات في القطاع العام، بالعكس كاين خروج للتقاعد بكثافه في القطاع العام، وبالتالي نعتقد ان العدد الاجمالي سيبقى في هذه النواحي 30,000 32,000 34,000 اللي غادي ينتخب واحد 20 مستشار عن المركزيات النقابيه. المركزيات النقابيه اللي ممثله اليوم في مجلس المستشارين واللي غالبا هي اللي تكون ممثله في الانتخابات القادمه، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وطبيعه الحال الفيدراليه الديمقراطيه للشغل اللي حنا انتم مستضفينها في الموقع ديالكم. كاين نقابات اخرى صغيره بالفعل، ولكن ما اعتقد انها ستكون قادره على الانتزاع مقعد في مجلس المستشارين لان المنافسه ستكون حاده وستكون وطنيه، لان دائره الماجورين هي دائره وطنيه وليست دائره محليه او جهويه، بمعنى انه يصوت على اللائحه وطنيا في عبر ربوع الوطن. النقابه اللي عندها امتداد وطني وعندها تواجد وطني في القطاع العام والخاص هي بالتاكيد اللي عندها حظوظ باش تفوز في هذه المرحله. العنصر النسوي كيف ستكون المشاركه ديالو والتمثيليه ديالو؟ بطبيعه الحال للاسف الشديد احنا كمركزيه نقابيه نحن في الفيدراليه والكونفدراليه والاتحاد العام والاتحاد الوطني كنا راسلنا السيد وزير الداخليه وراسلنا السيد رئيس الحكومه من اجل تغيير القوانين الانتخابيه المتعلقه بانتخابات الماجورين، لكن للاسف ما كانش التجاوب مع هذا المطلب ديال المركزيات بربعه ومن بين الاهداف اللي كان اننا ندخل في القانون
ما يحفز تواجد المرأة في التمثيلية العمالية. لكن اليوم حسب القوانين الحالية فنفس الحدود اللي عند الرجل هي اللي عند المرأة، ويبقى التنافس يعني متساوي، ما كاينش تمييز إيجابي للأسف داخل القوانين المؤطرة لانتخابات المأجور. لكن اليوم المرأة متواجدة بشكل كبير، لأنه النسب ديال يعني تتجاوز 50% في الوظيفة العمومية مثلا، تتجاوز المرأة 50%، وبالتالي في النتائج ما نوصلوش ل 50% ديال الوجود. لكن هناك تطور، نعتقد احنا في الفيدرالية عندنا خدينا هذا الطريق، وقلنا لابد ان ندفع بالمرأة الوجهة، وفعلا كاين كفاءات حقيقية اللي غادي تكون في اللوائح ديالنا، وان شاء الله غادي يحالفها الفوز في هذه الاستحقاقات. واش كاين وسائل ديال الطعن في النتائج مثلا؟ كيف تتمر هذه العملية فالنتائج اللي مثلا النقابة او ما شافش على انها كانت نتائج منصفة؟ هناك ضوابط لهذه الاستحقاقات منذ الترشيح الى غاية اعلان النتائج، وهناك مراحل اللي حددها القانون للطعن. الطعن كيكون في مراحل محددة من العملية الانتخابية، عندما نضع اللوائح الانتخابية من بعدها مع اخر اجل لوضع اللوائح يتبعها اسبوع كل من له طعن في أي لائحة وفي شخص يمكن يتقدم به خلال الأسبوع. وبالتالي هنا طعن أولي في اللوائح ديال المرشحين، من الإدارة المعنية. الإدارة المعنية لأن القانون واضح، يوضح القانون أنه فلان إذا كانت عنده عقوبة من الدرجة الثانية لا يمكن أن يترشح. وبالتالي إذا كانت شي لائحة فيها شي واحد عنده عقوبة من الدرجة الثانية فاللائحة تسقط أوتوماتيكية. وبالتالي كاين هذه المرحلة ديال الطعن والتغيير والتبديل، وبالتالي هذا بالنسبة للترشيحات. أما بالنسبة للنتائج طبيعة الحال النتائج الطعن كيمشي ما تعلق بهذه الانتخابات متعلقة بمندوبي الأجراء وممثل الموظفين، الطعن كيمشي للمحكمة الإدارية من بعد خروج نتائج الانتخابات، اللي عنده شي تشكيك في عملية انتخابية يتوجه للمحكمة الإدارية. أما انتخابات مجلس المستشارين فطبيعة الحال الطعن يذهب إلى المحكمة الدستورية. فوقاش تتم العملية ديال الانتخاب داك العشرين مستشار برلماني؟ واش تحدد له هو التاريخ؟ واش دابا تحدد ولا مازال؟ طبيعة الحال تحدد وزارة الداخلية في الأجندة اللي دارت، راه حددت يوم 3 أكتوبر 2021 هو تاريخ انتخاب مجلس المستشارين، وفي هذا التاريخ سيكون انتخاب كل مكونات المجلس المستشارين بما فيها ممثلي الأجراء، ممثلي الغرف المهنية، ممثلي الجماعات والجهات، كلها غادي يكون الاقتراع في يوم واحد يشمل جميع الفئات المشكلة للمجلس والأجراء من بينهم طبيعة الحال يوم 3 أكتوبر المقبل. باش غادي نخرجوا الكور الكتورال